عسلامة عسلامة يا جماعة، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. رجعت لكم بعد مديدة كبيرة كعو طبيكة، باش نرجع بشوية بشوية للتصنيف. المرة هذه رجعت لكم بتبارة يظهر لي بارشة منكم كيف يحبوها وما ينجموش بصراحة كي يشوفوها مش يدوش رواحهم عليها. وشكون ما يحبش الملوخية؟ حاجة بنينة على الاخر وسهلة. بالنسبة للمقادير نستحقوا كاس ونص زيت، اخذت الكيل متاع الكاس هذاك. وبالنسبة للملوخية اخذت بالمغرفة، يقولك هو اسحن عن مغرفة، وخليت انا مغرفة ونص كبيرة للنحاسة، يقولك هاك اللي توحل معناتها في القعر متاع النحاسة دونك هاكا يقعد في النحاسة. اخذت انا اخذت حاشيكم خمسة مغارف كبار، جاوني نص كاس. وعك النص الكاس متاع الملوخية انا خذيت لكيال فوا 3 زيت، اللي هو بالنص الكاس هذاك حطيت كاس ونص زيت. المقادير انا هذوما متاع زوز من الناس، معناتها ليا انا ولراجلي. ويقول لك كيف ما قلت لكم انا راو المغرفة الكبيرة تجيب صحن ملوخية، دونك انا باش نعمل بزيد. وبالنسبة للحم انا خذيت كيلو لحم. انا الملوخيه دونك ما نعملهاش ديما، كي نعملها معناتها نحب فريمون معناتها ندللها مليح مليح. دونك خذيت كيلو لحم هكاكا باش كي تقعد معناتها الملوخيه كيف ما نقولوا احنا ما تقعدش كذابه بالمعنى متاعنا احنا. وبالنسبه للفاح خذيت شويه الكمون، خذيت فريمون شويه برك باش يعطيني المطعم. وتابل خذيت مغرفه كبيره هريسه عربي. بالنسبة للهريسة بطبيعة انتوما معناتها وقداش تحبوا تحطوا. اخذيت ثوم، بالنسبة للثوم معناتها اخذيت بزايد بزايد، نعرفوا اللي ملوخية فريمون معناتها معروفة على الرند والثوم، دونك ثوم حطيت بزايد على الاخر يبننها برشا. وحطيت بصلة كبيرة قصيتها جيدة كيف ما ترى. وبطبيعة الرند كيف ما قلت لكم حطيت معناتها بزايد ورق رند، الملوخية معروفة على الثوم والرند. وما ننساوش بطبيعة القرون الفلفل اللي باش نحطوهم في الاخر اللي باش يعطيونا ريحة بنينة برشا. وبالنسبة للملح انا خليته في الاخر بالكل، معناتها نعرفوا اللي فريمون الملوخية معناتها لازمك ترد بالك كي تحط لها الملح، خاطر راي في ساعة ما تخطف لها الملح وتخاف لتجيك مالحة، دونك خليته في الاخر باش نحط بشوية بشوية. اول حاجة هي باش نحط الملوخية وباش نزيد عليها الزيت، وفي نفس الوقت باش نبدا نحرك حتى لين يتنحاولي الكعابر. توسعوا بالكم معناتها بالقدا بالقدا تبداو تحركوا، خاطر معناتها باش تلم الكعابر تويكا وانتم تقعدوا تحركوا حتى لين يتنحى. من بعديك باش نحطها فوق الغاز وباش نقعد نحرك في نفس الوقت حتى لين تولي تغلي، ما تسهوش عليها خاطر راو تخافوا لا تتحرق معناتها في ساعة في ساعة متشل، دونك انتوما هي معناتها تغلي في نفس الوقت انتوما تحركوا معناتها بالمغرفة وتخليوها حتى لين تغلي مليح مليح. بعديك باش تاخذوا ماء، انا خذيت كونتيتي كبيره متاع حكايه ايترا هكاكا سخون على الاخر، ماء فريمون لازم يكون يغلي، وباش تصبوا بشويه بشويه حتى لين بخيسك معناتها تتملي شويه النحاسه اللي فيها الملوخيه. وما تخافوش راي من الاول باش تبدا كيما نقولوا احنا بلغتنا تتلعبط، دونك ما تخافوش راي معناتها نورمال على الاخر عادي، وتقعدوا تحركوا حتى لين يتنحى كل التلعبيت نتاعها. وإل سوفي معناتها تحلت الملوخيه تنقصوا في الغاز وتخليوها تطيب سله سله، انا باش نخليها لمده معناتها ساعتين ثلاثه سوايع من الاول. وبالنسبه للحمته وبالنسبه للفاح نتاعو انا باش نخلط كل شيء، باش نحط الهريسه مع الثوم مع الفاح وباش نخلطهم الكل مع بعضهم. ومن بعديك باش نلفو بالفيلم الليمونتيغ
وباش نحطه في الفرجيدير معناتها يرتاح، ما تخليوهش معناتها للطون اللي يطيب الملوخيه، خاطر راهو اللحم معناتها كيما نقولوا نخلطوه في الساعه ونص ساعتين الاخرين، معناتها نعرفوا اللي فريمون الملوخيه تاخذ برشا وقت معناتها باش تطيب. دونك اللحم معناتها للطون اللي هو قاعد يتفوح، معناتها للطون اللي هو معناتها لفاح معناتها يدخل فيه مليح مليح، نحطوه في الفريجو ما نخليوهش لبرا من المستحسن. وكي نقولوا ملوخيه نقولوا بطبيعه خبز دار، الخبز الاصفر هذاك البنين. دونك انا هنيك اخذيت المقادير بالنسبه للخبز السميد، اخذيت 600 غرام سميد، 300 غرام فرينه، مغرفه صغيره ملح، نص مغرفه سكر، حطيت معاه السينوج والجلجلان، واحده خميره نتاع خبز. بعديك باش نزيد عليه نص كاس حليب دافي، يكون معناتها من المستحسن ملذذ ماهوش سخون برشا. وتوا في الغبو معناتها باش نخلطهم الكل مع بعضهم. من بعديك باش نزيد عليهم معناتها الماء زاد ملذذ مش برشا، معناتها نقعد نزيد بشويه بشويه حتى لين تتلم لي العجينه وتكون طريه معناتها مرخوفه، وفي نفس الوقت كي تمسها ما تتلصقش. من بعديك باش نخليها تخمر، باش نلفها مليح بالفيلم اليمونتير هكاك ما يدخلهاش الهواء، وتخمري ما تخمر لي مليح حتى لين الفوليوم نتاعها يولي معناتها دوبل ولا تريبل. ولهنا كتو باش نرجعوا للملوخيه، سمحوني انا راهو الفيديو معناتها في بالي قاعده نصور، مي الله غالب طلعت معناتها الفيديو ما يمشيش مقصوص. دونك انا بعد ما عديتك 3 سوايع وهي معناتها الطيب سله سله، زدت معاها الرند البصله المقصوصه، وزدت معاها اللحم المفوح، وزدت شويه ماء. توا باش نعاود نخليهم معناتها يطيبوا، معناتها يغليو، معناتها الغاز باش يكون متوسط، معناتها مش عالي برشا، ماذا بينا يكون في الاربع هكاكا، باش نغطي عليهم حتى لين معناتها تطيب وتخرج الزيت نتاعها. لهنايك كيف ما تراو الملوخيه بدات تطيب، في ال 15 دقيقه الاخرى ال 20 دقيقه الاخرين باش نحط القرون الفلفل هكاكا يزيدوا يبنوها ويعطيوها ريحه بنينه. انا راو الملوخيه اخذيتها تعلمتها على حماتي وعلى ماما، دونك ما نحطلهاش الطماطم، فما شكون يحط لها الطماطم. انا معناتها نعرفوا اللي الملوخيه معناتها البنه نتاعها كي تبات في الفريجيدير معناتها كي تتاكل بعد نهارين ثلاثه، دونك انا من على ذيك احنا ما نحطولهاش بليتو الطماطم، باش كيف ما نقولوا معناتها تقعد نهارين ثلاثه حتى جمعه معناتها في الفريجيدير وما يجرى لها حتى شيء، تكون وصحه وبالشفاء. بالنسبه للخبز بعد ما خمر، اخذت القاصعه اللي باش نحطها فيه دهنتها بالزيت، وكيف ما تراو معناتها الفورمه عملتها كعابر كعابر. وبعد ديك باش ندهنوا بالاصفر العظم هكاك يعطيني كلون المزيان الدوغي، وباش نرشوا بالسينوش والجلجلان، وباش ندخلوا للفور اللي حطيته يسخن من الاول بالكل على 200 درجه باش نخليه لمده 40 دقيقه. كيفكم انتوما معناتها الخبز تحبوه معناتها طري، هو نورمالمون انا يخرج معناتها يتكتك شويه، انا يعجبني برشا كي يبدا الخبز نتاع الدار معناتها يبدا يتكتك. كان انتوما تحبوه طري دوب ما يخرج معناتها في الفور، معناتها من الفور تحطوه في ساشي وهو سخون هكاكا، معناتها السخانه نتاعو معناتها تردو طري. شوفوا ما شاء الله معناتها مزينو، ومعناتها قداش كيف ما نقولوا يتكتك كيف ما نحبو انا.
الحاسيل والملوخية جات نودكم وما نشهيكم بالحق بنا معناتها نتصور برشا معناتها يموتوا على الملوخية. معناتها أنا كيف في داري كنام الملوخية تقوش عليها شعندي معناتها تبارك الله. إن شاء الله تكون عجبتكم الدبارة، وبالطبيعة ما تنسيوش باش تعملوا لي أبوني على الشين اليوتيوب وجيم على الفيديو وتنزلوا على الجرس باش وين هبط أنا حاجة جديدة تجيكم نوتيفيكاسيون، وإن شاء الله المرة الجاية نرجع لكم بدبارة جديدة.